cari. Si può scappare. قامت اليوم مجموعة من ممثلي الأسرة الإعلامية بولاية عين دفلة بمفاجأة عناصر وحدة الحماية المدنية للتدخل السريع وحدة عين دفلة، بحيث قاموا بمكالمة من أعضاء فريق الحماية المدنية. مصطفى وقاموا بمفاجأتهم بمأدوبة إفطار على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بوسط مدينة عين دفلة. نشكر كل من فرع البسمة، جمعية البسمة الخيرية لبلدية العامرة، وكذلك الأخ محمد فرصاوي والأخ السادق ممثل قناة الشروق بولاية عين دفلة. وكذلك نشكر أعوان الحماية المدنية، صح فطوركم. أخ وليد الأخ وليد شوماني يكسر الإفطار. الله يحفظك أخويا، بارك الله فيك، بارك الله فيك، ميرسي أخويا، استغفر الله يحفظك. أخ شريف وليد أشريف كنت تبدا فوطو على بالك. كل واحد ينوض درك وكاع كومبلي هكا 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 كاع هكا منا هكا كاع واحد ادخل في هاي الأخ شوماني مسير صفحة مصطفى.